عن انتهاكات النظام السوري ضد الشعب ومطالبات دولية بفتح تحقيق جاد لمحاسبته. ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري الأستاذ رضا سطيف. أستاذ رضا، بداية مرحبا بك. منظمات حقوقية دولية تطالب الأمم المتحدة بإنشاء هيئة دولية لمتابعة ملف المغيبين قسرا. بداية، هل من أرقام موثوقة لأعداد المفقودين والمغيبين قسرا؟ أسعد الله أوقاتكم جميعا. منذ آذار عام 2011 حتى هذا التاريخ هناك أرقام تقريبية، لأن العدد الحقيقي كل يوم يتزايد، فما يقارب 105,000 مختفي قسري منذ ما يقارب 12 عام، هي حصيلة الأولية للإحصاءات التي استطعنا أن نجمعها من خلال المنظمات الحقوقية المختفين قسريا في مراكز الاختفاء القسري أو في سجون النظام والفروع الأمنية للنظام السوري. طيب، هل تعتقد أن المجتمع الدولي جاد في تلبية مطالب المنظمات الحقوقية الدولية في تشكيل لجنة محايدة لمتابعة ملف المغيبين؟ دائما ما نسمع عن تشكيل لجان محايدة لمتابعة ملف المغيبين، ولكن البعض يرى بأنه لا جدوى من هذه اللجان، والبعض يقول أن هذه اللجان هي ممكن أن تقدم شيئا إيجابيا ملموسا يساعد في تغيير الواقع لدى المغيبين. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ سيدي، بداية النظام السوري كل معتقل لدينا في سوريا هو مختفي قسري. كل صاحب رأي أو كل من يعبر عن رأيه ويتم إلقاء القبض عليه فهو مختفي قسري. لا يوجد لدينا في سوريا سجون أو معتقلات حقيقية، وإنما هي حقيقة مراكز للإخفاء القسري. فلا يستطيع الأهل السؤال عن ابنهم، لا يستطيع الزوج السؤال عن زوجها، لأنها بلحظة من اللحظات تكون في نفس المكان. يعود الأمر لصاحب القرار وهي الجهة الأمنية المعتقلة. أما بالنسبة للمجتمع الدولي والذي يعلم جيدا منذ قبل انطلاق الثورة السورية كان هذا حال السوريين، وكان انطلاق الثورة السورية للمطالبة بإلغاء هذه الأمور، منها قانون الطوارئ الذي يتم من خلاله اعتقال السوريين بقرار من رؤساء الأجهزة الأمنية. لم يكن المجتمع الدولي حقيقة جازم أو حازم في أي من الملفات السورية، وعلى رأسها ملف المعتقلين الذي كنا قد طلبناه في هيئة المفاوضات أن يكون كبادرة حسنية في حال النظام سيقدم على التفاوض، إلا كان الأمر دائما يلقى الرفض. وعندما يريد أن إلى أي مدى ترى أن التحولات الإقليمية والدولية لها دور ربما هذه المرة في فتح ملف المغيبين؟ التحولات، لم يكن هناك هذا الفارق الكبير حقيقة. هناك بعض التحركات على المستوى الدول بشكل شخصي، لا يوجد تحرك دولي حقيقي. يبقى هذا الحل هو حل مجتزأ، يبقى هذا الحل إن لم يكن في نطاق المؤسسات الدولية كمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، إن لم يكن في هذه المؤسسات أو في من خلال إنشاء محكمة دولية أو إقليمية أو وطنية بصبغة دولية لمحاسبة النظام ومرتكبي هذه الجرائم، فسيبقى هناك أنصاف حلول ولن يكون هناك حل حقيقي. نعم. إلى أي مدى تعتقد أستاذ رضا أن النظام السوري قرر فعلا الذهاب إلى مصالحة مع المجتمع الدولي بعد 11 عاما من قتل المدنيين وإخفائهم؟ هل هذا الأمر تراه مقبولا أو ممكن التحقيق؟ نعم سيدي، النظام منذ اللحظة الأولى يبحث عن المصالحة مع المجتمع الدولي، يبحث عن العودة إلى عودته إلى المجتمع الدولي ومكانته في المجتمع الدولي، ولكن ما يريده النظام هو العودة إلى المجتمع الدولي بما هو عليه. يريد المجتمع الدولي تقبله بالحال التي هو عليها بما يريد هو، ليس بما يريد المجتمع الدولي. قدموا له عدة حلول، بعض الإصلاحات، بعض الملفات، حتى المندوب الأممي طرح موضوع السلال والأربع سلال وغيرها، فلم يكن هناك تجاوب بأي من الملفات. يريد النظام إما أن تقبلوني على هذا الشكل أو لا أريد هذه المصالحة، أريد التقارب منكم. طيب، بالتوازي مع فتح ملف المغيبين وبالحديث عن إمكانية المصالحة، مر أمس اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا الهجمات الكيماوية. هل يمكن أن يمرر المجتمع الدولي للنظام 222 هجوما كيماويا ما بين 23 من كانون الأول عام 2012 و30 من تشرين الثاني عام 2022؟ نعم،
نعم، هذا الأمر سيدي ليس أمر قانوني وليس أمر عدلي، حقيقة هذا الأمر سياسي بحت. عندما يريد المجتمع الدولي أو الدول العظمى إسقاط نظام الأسد ومحاسبته، سيتم فتح الملف الكيماوي وكافة الملفات العدلية الأخرى. أما المجتمع الدولي في الوقت الحالي لا زال ينظر إلى بشار الأسد كالطفل المدلل الذي يرتكب المشاكل، وينظر إليه أهله دائما بأنه لا بد أن ينصلح، لا بد أن يتحسن الحال، وهم يعلموا جيدا أنه لن ينصلح وأنه هذا حاله، وأن لم يكن هناك حساب عسير وهناك حساب حقيقي وقاسي لهذا النظام لن يرتدع وسيبقى على ما هو عليه. شكرا جزيلا. من أنطاكيا الحقوقية السورية الأستاذ رضا سطيف، كنت معنا عبر الهاتف.